العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك والتسعة المعصومين ذريتك وبنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظل قولوا يا إلهي الله يرحمك شيخ محمد سعيد المنصوري قالك هالأبيات أسميها قصيدة الولاء كل عاشور أقرأ أول ما أقرأ القصيدة هالأبيات تجدد فيها الولاء ولائي وولائك إلى الحسين تقول له بالأبيات أبو علي ترى مو بس يخلص عاشور وأنساه وإلى السنة الجاية أنا طول العمر ما أنساك أبو علي أبا عبد الله بقلبي جرح ما براه طبيب وذلك داء مؤلم وعصيب فيا حسرتي طولي ويا دمعة سكبي لتودي بعمري حسرة ونحيب لما الموت نصيبي من الدنيا حنين ولوعة وحزن وهم دائم وكروب ليش أبعد حسين والمصاب الذي جرى عليه وفيه النائبات ضروب أقنع نفسي بالسلو وينتهي بكائي وعيشي بعد ذاك يطيب يقول معقول أنا أصبر نفسي وأجف دموعي ليش يا شيخ قال إذن أين إخلاصي إذن أين إخلاصي وأين مودتي وإني فيما أدعيه كذوب اسمع عليك سلام الله يا ابن محمد لرزقك قلبي موجع وكئيب سيدي مولاي فما دامت الدنيا وما دام لي بها مقام فإني في عزاك دؤوب وقلت لك أبيات عن لساني ولسانك عن قلبي وقلبك للحسين أعيد لك البيت أريدك تقرأ وياي
لكن مسائل الشيخ وسائلك احنا عندنا وفاء الى الحسين. وسائلك اقول منو اللي علمنا هالوفاء؟ منو اللي علمنا هالدموع وهالبكاء؟ يجاوب الشيخ يقول له ابا عبد الله سابقى مدى الايام أريد أوديك للمدينة. وهاليوم يا عيوني اليوم اللي حضار زينب وين قاعدة؟ قاعدة بيت الحسين. أول يوم محرم اقعد وياها، اقعد ساعدها وشوفها عاد من تلتفت إلى كربلة. رحمك الله يا شيخ أحمد الوائلي على لسان زينب قاعدة ببيت الحسين وتلتفت إلى كربلاء، شو تقول له؟ تقول له إجا عاشور يا ابن أمي. آخ يا زينب، إجا عاشور يا ابن أمي وجاب الحزن ويذكره وردني كربلاء من جديد. من يمر عاشور تمر طياف بعيوني، تذكرني بمنازلكم البيها سباع يحموني. وين راحوا يا زينب؟ قالت نسوني نسوني نسوني، وألف يا حيف ما حسبت ينسوني. شنو التواضع؟ ثواب أن أطلع من ذنوبي كيوم ولدتني أمي. يا عمي أنا أدفع لي 1200 دينار 1400 دينار أروح بالحج وأديح من مزدلفة إلى عرفة إلى منى وأحلق رأسي وهالتعب وأتحمل هالضيم حتى بسبب شنو؟ أريد بس أخرج من ذنوبي كيوم ولدتني أمي. وبعدين الإمام يقول لي أنت بس تروح تشيع جنازة لولي من أوليائنا الله يغسل عنك ذنوبك. يا عمي هذا العمل مو بلاش مو بلاش، بس اسألني أحد يقول هذا الحديث مو صحيح؟ أحد يقول هذا الحديث كذب؟ حاشا. لكن ليش من تجي يم الحسين أنت تجي للحسين إلى مكتب الحسين وتذرف لك دمعة للحسين والإمام يقول من خرج من عينه مقدار جناح بعوضة غفر الله له ذنوبه البتة؟ ليش مستكبر على الحسين؟ هو الحسين رخيص عند الله؟ حسين قليل عند الله؟ اللي إيمانك قوي يا شباب في الحسين ليكون أحد يلعب عليك بهالألفاظ وهالمغالطات هذه، دير بالك. أنت جاي متعني، أنت لابس السواد تبهي نفسك، هذا قليل عند الزهراء. والله أكمل لك الرواية، سد القوس أكمل لك الرواية. الآن يقول حفروا القبر وضعوا الجنازة على شفير القبر، أقبل الإمام الرضا سلام الله عليه، أقبل إلى هذه الجنازة كشف عن وجه الميت
ووضع يده على صدر الميت وقال له أبشر يا فلان ابن فلان فلا خوف عليك بعد هذه الساعة. هنيئا لهم بالعافية عليها. دفنوا خلصوا. موسى ابن سياب يقول أنا سألت الإمام الرضا سلام الله عليه يعني. قلت له يا ابن رسول الله أنت بعمرك ما أجيت أول مرة بحياتك تجي إلى طوس، هذا منين عرفت فلان بن فلان؟ وشلون عرفت أنه من أهل الجنة وبشرته؟ التفت إلي الإمام الرضا. هذا الحديث يا شباب خليه حلقة بذانك ودائما أتذكر بحياتك من الصبح لليل التفت. قال لي يا ابن سيار أوما علمت أنا معاشر الأئمة تعرض علينا أعمال شيعتنا في كل صباح ومساء. أوما علمت أن معاشر الأئمة تعرض علينا أعمال شيعتنا في كل صباح ومساء. شايف الواحد اللي يشتغل في مكان معين وعنده كاميرا مراقبة عليه ما يقدر يتحرك يتصرف يسيء التصرف. يا حبيبي أنا وياك تفت لشباب تفت لعيوني كم كاميرا محطوطة علينا؟ 14 كاميرا مراقبة علينا صوت وصوت. وأنا قلت لك القضية مو قضية أنه أرتكب الذنب وبعد ذلك أروح أتوب، لا، القضية أسود وجهي يشوفوني 14 معصوم يشوفوني شلون أسود وجهي. أروي لك الرواية الثانية. الرواية الثانية عن أبي بصير يقول أيام الحج دخلنا أنا والإمام الباقر سلام الله عليه جاي إلى مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تدري الحجاج جايين يزورون قبر رسول الله. الإمام جالس عند أسطوانة، أكو جماعة من شيعة الإمام الباقر يجون يسلمون عليه. إجر جالس سوداني من السودان، هذا محب لأهل البيت، قبل يد الإمام الباقر وجلس عند الإمام. والإمام يسأله من الأسئلة اللي سأله عرض الأسئلة، قال له يا فلان كيف حال راشد؟ راشد منو؟ راشد جار هذا السوداني بالسودان هناك بالفريق مالهم بالمحل بحالتهم بالمنطقة، جار اسمه راشد بالسودان. قال له يا ابن رسول الله تركته بخير يقرئك السلام. الإمام الباقر التفت قال رحمه الله. قلت له ليش يا رسول الله توفي؟ قال نعم توفي بعد خروجك من بلدك إلى الحج بيومين، بعدها بيومين توفي. خلص سوالفه ويا الإمام الباقر قام مشى هذا السوداني. أبو بصير يسأل الإمام الباقر، قلت له ابن رسول الله منو هذا راشد؟ أصحابك جماعتك أنا كلهم أعرفهم، ما بيهم واحد أعرفه عن السودان واسمه راشد. التفت إلي الإمام الباقر قال لي يا أبا بصير كان راشد محبا لنا وكان، أقرأ لك النص، وكان مواليا لنا. يا أبا بصير لئن رأيتم، تفتوا يا شباب، لئن رأيتم يعني إذا تعتقدون إذا تفتكرون، لئن رأيتم أنه ليس لنا معكم أسماع سامعة ولا أبصار ناظرة لبئس ما رأيتم. تفتكرون من شوفكم ومن اسمعكم؟ قلت لك 14 كاميرا مراقبة علي وعليك من الصباح إلى المساء، 14 معصوم. لئن رأيتم أنه ليس لنا معكم أسماع سامعة ولا أبصار بناظرة لبئس ما رأيتم. ثم قال والله لا يخفى علينا شيء من أعمال شيعتنا. أنا أقول لسيد ما يخفى، يعني هالشباب وهالزلم وهالولد اللي لابسين هالسوار وجايين هالظهر بالماتة تشوفونهم سيدي؟ ها
حاضرين ويانا مولاي امير المؤمنين وانقامي مولاي ابا محمد الحسن انت كريمه فاطمات اخوك سيدي وين جالي تدري العاده وين جلسوك هذا مو انا اقول الامام الصادق يقول يقعدون من الباب لان اهل العزاء يقعدون من الباب بس واحد من المعصومين يقعد داخل المجلس وانت تعرفها هي المفجوعه هي ام الاولاد هي اللي تنادي هالايام من حسينيه لحسينيه ناجيه للوالد والقلب وإذا بالباب تطلق منو على الباب اجت الجارية فتحت الباب لحظات وأقبلت إلى عمتها زينب والجارية مختنقة بعبرتها ودموعها على خدودها قلت لها عمة زينب عمة سامحيني بس أكو رجال على الباب يقول أين سيدي الحسين عم زينب احتارت شجاوب شقله عم ما عرفت شرد علي عم قوم انتي وروح رد علي قامت ام المصايب زينب اشتملت بشملتها شملت امها فاطمه اقبلت اجت وقفت ورا الباب قالت يا اخ العرب ما تريد قال سيدتي انا رجل من الاعراب العادة مثلها اليوم كل سنة رأس السنة أجي إلى بيت مولاي الحسين والحسين ما يقصر وياي ومعودنا أشو هالسنة جيت الباب مسدود الباب مغلق الدار خالية والله تعال أنا وياك أحكي لك هالمحاورة بين زينب وبينها الأعرابي أقرأ لك الأبيات أول مرة أقرأ الأبيات بأيام عاشور ويلي عقوب طف كربلا والشام وهمها وطول سنة
شفرتها ردت زينب اليثرب لا تجري ردتها ردت زينب وصاحت من وصلة الباب البير ما لي عين طب الدار واليثرب عسل لا جيت ليش زينب أخوتي وسدت تربان للهم والحزن والله الدار خلاف وحشة وتهل دموعها بدهشة وحق الخالق وعرشة الدار الخالي من حسين ما تنراد قعدتها ولا روح العليلة تهيد عقب عز ودلال حسين أخويا وذاك أبويا الحين إيش صار بيك يا زينب عقب عز الحسين إيش صار بيك قالت تتفرج علي الناس بالشام ويسليني زين يحطني بوسط ديوانه واوقف بين غلمانه ويحط بالخدر نسوانه وبت المرتضى الكرار كل الناس نظرتها تشب نار الحزن بيها اسمع البيت نظرتها وبقت زينب تشب نار الحزن بيها لن تسمع وهي بهالحال دقت بابها عليها قامت والدموع تسيل صاحت من مشت ليها ايش رايك يتدق بابي حرمة وفاقد أحبابي دخلوا الممتحن هالمين تجرب راحة عبرتها حسين يعطيني ويغمرني بكرم وبجود من شفه ويقر عيني أقصده وأقعد بداره تجي وتروح خطاره وأبد ما تنطفي ناره مضيف عمر للناس يقرب ساب حاجته الآن أريد أسألك يا مؤمن يا موالي هذا الإعراب لما سأل زينب عن الحسين قل لي إيش حال زينب خلف الباب واقفة تكسرت عبرتها في صدرها لكن دموعها تسيل شجاوبة زينب يلا وياي ويا زينب ساعدها صحا
الثواب مجلسنا هذا إلى أرواح محمد وآل محمد، إلى أرواح العلماء الماضين، أرواح الشهداء السعداء، أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات جميعا، مشفوعا بثواب قراءة سورة الفاتحة تسبقها.